قال رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام السيد مكرم محمد أحمد في اتصاله مع أون لايف، قال إنه يجب على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية التزام الحياد في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. عندما تناقش موضوعات على أسس حرفية ومهنية لا أحد يعترض، ناقش المرشح في بيانه وناقشه في موقفه كل شيء وانتقده كل شيء ممكن، لكن المفروض في هذا الموضوع كل جريدة بالفعل لها الحق في أن تحدد موقفها من المرشحين، ده لا يتصادم أبدا مع معايير الصدق والموضوعية. المجلس الأعلى للإعلام معني بالأدوات والوسائل، فأنا مثلا أرى أن في برنامج خطر، فمن حق الكامل أني أحاكم هذا البرنامج. الأشخاص القائمين على هذه البرنامج أطلب إلى نقابتهم، سواء نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين محاكمتهم، لكن أنا من حقي أن أحاكم الوسيلة نفسها، برنامج أعدته مؤسسة تلفزيونية، فأنا أعاقب المؤسسة التلفزيونية لأنها خرقت قواعد محددة، ولكن أحيل الأشخاص إلى نقابتهم لتتولى مساءلتهم.